هنعمل مع بعض النهارده كفته داوود باشا. مقادير كفته داوود باشا: عندنا لحمه مفرومه، ثوم، بصل مفروم، بقدونس مفروم، توابلنا بقى ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وحبه كمون صغيرين. هنجيب بقى هنا اللحمه المفرومه كده. اول حاجه احط صلصه على النار عشان ايه؟ اخد اكسب وقت. اجيب التوم ادقه كده، حبه ملح. ده بقى حبه الملح دول بيساعدوا ايه؟ بيساعدوا التوم ان هو يتهرس بسرعه. حبه ملح صغيرين كده هيخلوا ايه؟ التوم ده يتهرس على طول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى حله احمر فيها التوم دوت واروح نازله عليها على طول بايه؟ بعصير الطماطم. هجيب بقى حله بس كده. ناخد بقى كده ايه؟ يا حبه زيت يا حبه سمنه. يا دوبك نحمر التومه حاجه بسيطه وننزل على طول بايه؟ بالصلصه عليها. يبقى كده خلصنا كفته داوود باشا. نبدا بقى نكون الكفته ونكورها وايه؟ ونحطها على طول على الصلصه. كده عصير الطماطم وننزل عليها بعصير الطماطم ونحط لها التوابل بتاعتها ونسيبها تتسبك على ما نخلص الكفته تكون هي اتسبكت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي كده بقى ايه؟ هركن دي على جنب ولا خليها تغلي؟ طب خليها تغلي دلوقتي لغايه ما اخلص دول واقول لك هنعمل ايه دلوقتي. بس احط لها الملح والفلفل ونسيبها ايه؟ تعيش مع بعضها كده. بصوا هنا بقى، هنا اللحمه مفرومه نحط لها نتبلها كلها. عندنا ملح وفلفل اسود كده، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من القرفه، نص معلقه من الجنزبيل، وهنحط البصلايه كلها وكمان البقدونس، ونخلط بقى كل المكونات دي مع بعض كده. ونبدا نخلط كله، نركن بس كده. ادي كده خلطه داوود باشا. حطينا ايه؟ حطينا اللحمه المفرومه والبصلايه، وحطينا كمان ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وبقدونس. يبقى كده دي خلطه كفته داوود باشا. كده الخلطه دي كلها كده، يا دوبك هنكور ونحمر هنا في الطاسه بتاعتنا ديت بمعلقه سمنه بحبة زيت، مفيش مشكلة خالص. اهو بس كده، ادي خلطة كفتة داوود باشا خلصت. هي الصلصة خلاص كده اتسبكت، وانا زودتها كمان حبة مية. اركنها على جنب واجيب بقى ايه الوجبة مكانها عشان احمر الكفتة. اديها تحميرة بسيطة وعلى طول اشيل واحطها في الصلصة وخلصت على كده، مفيش أي حاجة تاني. حبة زيت مش كتير كده. يا دوبك يسخنوا وهننزل على طول الكفته تحميره بس بسيطه وعلى طول ايه احطها جواها. كورنا الكفته بالطريقه دي كده واحده واحده كده نقلبها. امسك كده احطها على طول على الصلصه. انا طافيه على الصلصه بس تخلص واديها غلوه على النار وخلاص على كده. انا طبعا زودت الصلصه ميه لان هنا ايه اللحمه هتطلع هتعمل شوربه ممتازه جواها. كده خلاص بس كده هتاخد غلوه على النار وخلاص.